اهلا بكم في حلقه جديده. اللي اول مره يدخل القناه يشترك في القناه وفعل الجرس، ما تنسوش تعمل لنا لايك. هنتكلم النهارده على ايه؟ على الغيبيات. يعني في ناس بتيجي تقول لك انت بتتكلم على الغيبيات في حاجات. احنا هنا كده بنتوقع توقعات وليس غيبيات. يعني ايه توقعات؟ يعني احنا لما نيجي دلوقتي نعمل توافق بين راجل وست هيتجوزوا بعض، الراجل ده بيكون سماته كذا وكذا وكذا والست سماتها كذا وكذا وكذا، فاصبح ده واقع، تمام؟ انما هتيجي تقول مثلا ايه، انت بتقول هيتطلقوا بعد 4 سنين، هيتطلقوا بعد سنه، هيتطلقوا بعد شهر، دي غيبيات. لا، دي مش غيبيات، دي واقع. ليه بقى؟ لان الشخص ده بيتعامل بشيء معين والشخص ده بيتعامل بشيء معين، فاصبح هنا وهنا غير متفق. فبالتالي ان هما لو تفكيرهم اتغير، او ان هما مثلا لو شخصين بيحبوا بعض وبيزرعوا ورد في مشاعر بعض، ده حاجة جميلة جدا، ممكن يتغيروا علشان بعض. فاصبح ان احنا هنا ممكن نقول ان هما هيتطلقوا، لا كده خلاص، طالما هما متفقين يبقى مفيش طلاق. انما لو في تنافر في الفكر، يعني لما يجي اتنين عايزين يتجوزوا، ليه ان احنا بننصح ان هما يعملوا تحليل وجه قبل ما يتجوزوا؟ هتقول الاثنين هيختلفوا؟ لا، ما احنا بنعمل تحليل شخصية. لما نيجي نقول الشخص ده عنده عدوانية، عنده عنف، عنده اندفاعية، عنده مش عارف ايه، الشخص ده عنده اخلاص، عنده وفاء، عنده كذا وعنده كذا، الشخص ده بيتكلم كتير، الشخص ده بيتكلمش كتير، طب تعالوا بقى لما نيجي نعمل التحليل جيب الشخص ده والشخص ده ونعرفهم على بعض، هل انت هتتحملها الست الرغية دي؟ هتتحملها ولا لا؟ هقول انا بحبها واتحملها. لكن يا جماعة بعد الجواز الوضع بيختلف. الجواز حاجة والحب حاجة. الجواز ده حياة تانية جديدة انت لسه داخلها ما تعرفش عنها حاجة. اما الحب ده بيبقى مشاعر واحاسيس والكلام ده، واحنا قلنا هنشرح لكم حلقات عن الحب ونوضح فيه الكلام ده كله، علشان الناس اللي هي ايه بتحاول ترتبط ببعض او ان هي بتنفصل من بعض والكلام ده كله، احنا نعمل حاجات تنمي معلوماتنا وتكتر فيها. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ على الغيبيات. الغيبيات اللي هي ايه بقى؟ ان مثلا ما نجيش نلاقي واحد في هنا كده خط نقول له ايه، الخط ده هيحصل لك مصيبة في سن 35، هيحصل لك كارثة في سن 40، هتموت في سن كذا، حد عزيز عليك هيموت في سنة كذا. الكلام ده كله يا جماعة هو مكتوب في الكتب، مكتوب في الكتب الصيني، وهو ده اللي فقد مصداقية العلم. فاحنا ما نستخدمش الغيبيات اللي هي هتقولك هتمرض بكذا، انما الغيبيات حاجة والتوقعات حاجة تانية. التوقع هنا ان احنا نقول الشخص ده والشخص ده متفقين فكريا مع بعض، اما الشخص ده مش متفق مع الشخص ده، اصبح الاثنين مش متفقين فكريا مع بعض، فهنا بيحصل تنافر فلازم ينفصلوا عن بعض. اما هنا بقى نيجي تقول لي دي غيبيات، دي مش غيبيات، دي توقعات. والفرق بين التوقعات اللي هي جايه من الواقع، اما الغيبيات دي جايه من علم الغيب، فعلم الغيب ما يعلموش الا الله سبحانه وتعالى. انما الواقع حاجه والغيب حاجه، فده محدش يقول لك ان مثلا ايه انت بتقول غيبيات، ده هيتجوز، ده هيتطلق، مش عارف ايه ده لا لا، ده مش غيبيات، ده توقعات، والتوقعات واضحه. وطبعا اللي متابعين كويس عارفين ان التوقعات حقيقيه وصحيحه وبتحصل. لذلك انا لما عملت حلقه بتاعه طلاق الوجه المدور، حلقه دي تقريبا ساعه، لكن ما لقيتش حد متابعني فيها بصراحه، يعني مش جايبه 150 مشاهده لانها قديمه. لما نيجي نشوف حلقه زي حلقه سبع اسباب طلاق الوجه المدور، هتيجي تلاقي فيها، انا كنت عايز اعمل سلسله كامله عنها لكن ما لقيتش تشجيع فكبرت دماغي، يعني بصراحه ما رضيتش اكمل لان ما جابتش مشاهدات ان انا اقف اشرح ساعتين ثلاثه علشان اطلع لك معلومه ومش عارف ايه والكلام ده، وفي الاخر اسمعها 5 6. لا، ما هو 5 6 اللي بيسمعوها اصلا، واللي بيشوفوا الحلقه اساسا اللي هم الناس المهتمه، فهم عارفين كل الكلام ده، فمالوش لازمه ان انا اعمله بشكل مكثف. فاحنا نعمله في اجزاء عادي، انما ما نكبرش فيه قوي، لان احنا عندنا دلوقتي لما نتوقع شيء بنتوقعه لان الشخص اصلا بفكر كده.
الشخصية نفسها بتفكر كده، يعني شخص طبيعته ان هو مش مسامح، طيب وشخص تاني مسامح خالص، يعني واحد مركز جدا وواحد مش مركز خالص، طب الشخص ده هيتقبل ده ازاي؟ وده ده منزعج جدا من ده وده منزعج جدا من ده. يعني لما تلاقي واحد مش مسامح بتلاقيه غضبان جدا من واحد مسامح، يعني ما اصل المسامح برضه حاجة تضايق بالنسبة لي انا مش مسامح، فبالنسبة للمسامحين انا بتضايق من الناس المسامحة. ليه؟ لان انا بشوفه بيسيب حقه، يعني واحد شتمك مش في كل المواقف تسيب حقك، واحد اغتصب حاجتك يعني اخذ حاجة غصب عنك وانت خلاص يا اخي مش عارف ايه سيبه، لا طبعا كده لازم تفحر وتدور عشان ترجع حقك. اما الشخص اللي مش مسامح ده عنده حدود لكل حاجة، يعني لما يجي صاحب واحد ما يجي يهزر معاه بكون الهزار بحدود، يعني ما يجيش بقى يهزر معاه يقول يا دي مش عارف ايه، يا دي مش عارف ايه، يا دي كذا يا دي كذا، فهنا تلاقي الشخص اللي مش مسامح مش متقبل الكلام. اما المتسامح فيشتمه بامه ويبقى فرحان وبيضحك ومش عارف ومبسوط، يشتمه باهله يقول له حاجات مش كويسة وبيتقبلها عادي، فهنا ده الشخص ده اصبح ان هنا الشخصين بيبقوا متضايقين من بعض، فلازم يبقى هنا كده مفيش توافق. فده اللي احنا بنقوله الواقع، والواقع حاجة والغيبيات حاجة، فاحنا هنا التوقعات بتبقى بناء عن سمات الشخص، اما الغيبيات اللي هي احنا ما نعرفهاش، ان انت هتموت امتى، هتمرض امتى، هتنشل امتى، مش عارف ايه الهبل اللي بيتقال ده كله احنا ملناش دعوة بيه، اذا حتى لو هو صحيح برضو احنا ملناش دعوة بيه، لان احنا عندنا ديننا بيأمرنا ان احنا ما نؤمنش بالغيبيات.